شيخ عبد الله جاب الله حياك الله حقيقة. آه نستمر في آه متابعة ما جرى في آه الجزائر ووصلنا في نهاية المراجعة السابقة آه إلى بدء آه أجواء ما بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح بالممارسة الديمقراطية أو بالعملية الديمقراطية وطبعا هذا فيما بعد أدى إلى تفجر العمل المسلح وشهدت تلك الفترة جهودا مكثفة لمحاولة احتواء الأزمة السؤال الذي يمكن أن نبدأ به إذا رغبت هو كيف, صار كيف حصل التوجه إلى العمل المسلح ومن الذي وقف وراءه لأنه هو هذا المفاقمة الكبرى للأزمة الجزائرية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما هو مثل ما تفضلتم يعني الله التيار هذا العلماني النافذ في القرار وبجبهاته ايضا السياسيه والمدنيه هو حامل للواء العلمنه والتغريب في بلادنا وانت عارف طبعا انه العلمنه والتغريب هي حرب بكل ما في الكلمه على الاسلام بما كما انزله الله سبحانه عز وجل وهم يرون بان مشروعهم لا يتحقق الا من خلال السلطه فمن خلال مواقع السلطة والنفوذ يمكنون لمشروعهم ولذلك ظنوا بأن الانتخابات ستبقيهم في السلطة ومن ثم يأخذون شرعية الاستمرار في السلطة عن طريق الصناديق فلما تبين لهم عكس ذلك انقلبوا ما صبروا وانقلبوا رغم أن هناك أصوات تعالت من طرف بعض الشخصيات السياسيه المعتبره التي لها تاريخها ولها وزنها ولها حضورها المستمر في الساحه الفكريه والسياسيه دعتهم لمواصله المسار الانتخابي مع ممارسه الرئيس لصلاحيته كرئيس جمهوريه. لانه في الدستور الجزائري نفسه المجلس الشعبي الوطني هو سلطة في الدستور على الورق لكنه في الواقع من خلال حتى ما عنده من صلاحيات ومن اصحاب الحق في التشريع هو مجرد وظيفة ولكنهم ابوا واصروا على الانقلاب ومثل ما اشرنا الذين وفروا الغطاء الغطاء الذي لا يقنع احدا الا انفسهم للانقلاب انما هو التيار العلماني ايضا راينا ذلك في يعني واضحا في لجنة انقاذ الجزائر التي أسسها السيد سعدي بن حمودة من عام هذا الاتحاد العام للعمال الجزائريين ورأينا ذلك أيضا واضحا في المسيرة الشعبية التي نظمها في آيس أحمد تحت شعار لا للدولة الأصولية ولا للدولة البوليسية فكما قلت المجلس أعلى للأمن بعد ذلك هو الذي بعد استقالة الرئيس شادي بن زيد أو إقالته هو الذي تولى الامر وهو الذي رسم خارطه الطريق فجاءوا بمحمد بوضياف باعتبار انه وجه تاريخي كبير ولكن غفلوا ان محمد بوضياف مفصول عن الجزائر لمده 28 سنه وان الجيل كامل او جيلين كاملين نشا لا يعرفون عنه شيئا ولكن مع هذا هم لا يهمهم هذا هم الذي يهمهم هو ان يعطوا لانفسهم نوع من الشرعيه الثوريه وطبعا هذا مجرد كلام في اعتقادي لغو مجرد لغو لا قيمه له على الصعيد السياسي والفكري يعني الصحيح ونصب مجلس اعلى للدوله فيه مجموعه من الاشخاص رئيسه بوضياف وبعضويه علي كافي وعلي كافي كان قائد الولايه الثانيه اثناء الثوره لمرحله من الزمن برتبه عقيد وهي اعلى رتبه كان في جيش التحرير الوطني و نزار باعتباره هي وزير الدفاع والمهندس الاول والابرز لكل ما حصل. و الدام هدام وهذا رجل يعني هو من رجل مثقف محسوب على عموما على التوجه الاسلامي العام. لكن في الواقع هذا هم يحسبونه كذلك ما هو احد رجال الدوله يعني منذ منذ زمن وكان هو رئيس مسجد باريس. وكذلك علي هارون. وعلي هارون هذا من رموز العلمنه والتغريف في الجزائر. كم صاروا الآن؟ بوضياف، كافي، آه تيجاني، نزار، تيجاني، وعلي هارون طبعًا. وكذلك نصبوا المجلس الاستشاري، وضعوا فيه أوليائهم. هم الذين وضعوهم في المجلس الاستشاري. يعني بديلا عن البرلمان اي نعم وشارعوا في سياسه الكل الامني يعني التعاطي مع الاخر ممثل خصوصا في الجبهه الاسلاميه الإنقاذ بوحشيه غير متناهيه لا متناهيه اعتقالات جماعيه واسعه جدا حشد الناس في في محتشدات في الصحراء قتل سجن الى غير ذلك طبعا انت سؤالك من صبح ولا كأن يش... تريد ان نتحدث اولا عن العمل المسلح لكن هو في الواقع في عمل سياسي ايضا م. ربما نعود اليه. ففي اعتقادي امام سياسه البطش التي اعتمدت من طرف النظام ثم اقدام النظام لاحقا على حل الجبهه الاسلاميه للانقاذ وحل جميع الجمعيات التابعه لها وكان القرار ايضا انه يقضي بحل حركه النهضه الاسلاميه والجمعيات التابعه لها. ولكن فيما بلغني بعض أصدقاء بوضياف القدامى نصحوه بأن لا يقدم على حل حركة النهضة الإسلامية لأنه بهذا يعطي الدليل القوي الواضح على أن هذه الحرب هي حرب على التيار الإسلامي كله وعلى الإسلام كإسلام كدين يعني وليس فقط على الجبهة وليس طبعا فقط على الجبهة الإسلامية الإنقاذ فعادلوا عن حل حركة النهضة الإسلامية ولكن حلوا جميع الجمعيات التابعة له كانت عندنا جمعية النهضة للإصلاح الثقافي والاجتماعي كجمعية وطنية وعشرات الجمعيات الولائية وعشرات الجمعيات البلدية كلها حلوها تم حلها ومن الذي لم يحل في تلك السنة حل في السنة القادمة بعد أن عرفوا أنه عرفوا ولاءه يعني فطبعا أمام هذه الحرب التي تم شنها على التيار الإسلامي ممثلا خصوصا في طبعا في الجبهة الإسلامية للإنقاذ وبدرجة أقل في حركة النهضة الإسلامية فالشباب عند يدين توزعوا هناك الكثير من صعد الى الجبال في البدايه لم يصعد الكثير طبعا في البدايه صعدوا جماعه الذين كانوا مع ابو يعلي رحمه الله ابو يعلي قتل في 87 وصدرت احكام بالغه القسوه في حق من كان معه ممن من اعتقلوا بعضها بالاعدام وبعضها بالمؤبد وبعضها ب 20 سنه سجن هذا في 87 لكن بعد الانفتاح السياسي اطلق سراح من لم يقتل طبعا صرحهم جميعا يعني اطلق سراحهم صدر عفوا بحقهم ايه صدر العفو نعم بحقهم بعد صدور دستور 23 فبراير 89 ف انخرطوا في الجبهه الاسلاميه الانقاذ وهم ليسوا على قناعه بالعمل السياسي بالنسبه لهم السلطه غير جاده والنظام غير جاد وغير صادق على الاطلاق ولكن قال لك لعل وعسى مم. ربما خاصة الأجواء التي كانت سائدة لظاهرها أجواء حريات مفتوحة عارمة بلا قيد ولا شرط الكل يتكلم ما يشاء الكل ينظم التجمع الذي يشاء الكل ينظم يسير المسير التي يشاء وهكذا ظنوا أنه ربما ربما هناك هناك جدية هناك ربما لو لم تجهض العملية السياسية لما خرجوا إلى الجبال بالتأكيد طبعا كل هذا هذا أمر مؤكد لو العملية السياسية سمرت ما أخرج أحد من الجبال أبدا يعني. فأيضا أمام هذاك بعد الحل وبعد سياسة الاعتقالات الواسعة والمحتشدات التي فتحت في الصحراء وبعد والسجن والكثير من الناس مع التعذيب مع الأخبار طبعا التي تخرج على التعذيب الذي يمارس على من تم اعتقاله ووضعه في السجن فطبعا صعد هؤلاء إلى الجبال. صعدوا الى الجبال وكانت كانت النواه الاولى للعمل المسلح بقيه الجمهور الواسع لإطارات ومناضل اللي اطارات ومناضلي وانصار الجبهه الإسلام لانقاذ توزعوا الى في اعتقادي الى ثلاث مجموعات مجموعه فرت اختفت في الداخل غيرت المدينه ومن استطاع منهم الخروج الى الخارج خارج هؤلاء ليست ليس لهم ايمان العمل المسلح ولكن فروا حفاظا على انفسهم م. كانوا مستهدفون بالاعتقال ربما لمدة طويلة وربما بالقتل أيضا ولذلك فروا وأمثالهم كثر من منهم من الذين جاءوا إلى مثل بريطانيا أي نعم أنا أذكر أن عددا من الذين انتخبوا وفازوا في الانتخابات في أوسط التسعينيات وصلوا إلى بريطانيا أي نعم بريطانيا والحقه هما الت... يعني الان تواجدوا في ربما في معظم دول العالم ليس ليس عندي الاحصاء المتعلق بعددهم او الدول التوجه... ولكن فيها في جميع المدن او الدول او في معظم الدول قلت هؤلاء لا علاقه لهم بالعمل المسلح ولا ايمان لهم بالعمل المسلح لان لو كان لهم ايمان بالعمل المسلح المسلح لصعدوا الى الجبال يعني وانما هم اناس يؤمنون يعني بالعمل السلمي هذه المجموعة الأولى إيه بالعمل السلمي ولكن لما رأوا أنفسهم يعني وقد انخرطوا في العملية السلمية ثم رأوا أنفسهم مطاردين من طرف النظام ومن يعتقل يعذب وقد يقتل فروا هذه المجموعة الأولى المجموعة الثانية هي المجموعة التي فرت إلى الجبال وشكلت لاحقا الجيش الإسلامي الإنقاذ الذي تراسه مدني مزلاق اللي هو اصبح الذراع العسكري الرسمي للجبهه هكذا قدم نفسه أيها. على انه هو الجناح المسلح للجبهه الاسلاميه لإنقاذ ويعني يدين لقادتها وشيوخها وما الى ذلك. هؤلاء ايضا ليس لهم في الجوهر ايمان بالعمل المسلح. وانما حملوا السلاح دفاعا عن انفسهم. الجئوا اليه الجاء لكن نحن لم يبقى امامنا الا سبيل واحد، ما الذي نفعله؟ نحن اذا مسكنا عذبنا وربما قتلنا. فررنا بانفسنا لننجو من هذا المصير الذي يتهددنا به النظام. ولذلك لم يكن بديهم سلاح في البدايه على الاطلاق يعني على حسب ما صرح مدني مزراق لاحقا واكده غيره ايضا ممن دخلوا في قانون السلم والمصالحة الوطنية لاحقا ما كان عندهم أي أيوة يعني مجرد حاجة بسيطة أسلحة سلاح أبيض يعني فما مطاردة النظام طبعا لهم بحثوا عن السلاح وتسلحوا والمجموعة الثالثة هي التي عرفت لاحقا بالجماعة الإسلامية المسلحة جيا هذه مجموعة فيما شاع من أقوال مجموعة مخترقة من طرف النظام هذا لا يعني أن كل أفرادها كانوا من أولياء النظام حاشا لله بالتأكيد أن الكثير من أفرادها هم من الشباب الإسلامي الصادق في ولائه للإسلام ودفاع عنه وفر أيضا أول مرة وما ما وجد ملجأ إلا هؤلاء فلجأ إليهم ولكن العبرة بمن يملك القرار ومن يقوم على التنفيذ يأمر بالتنفيذ ومن يقوم بنفسه على التنفيذ فهؤلاء مجموعات يعني بعضهم كانوا في أفغانستان وهم اكيد قله بعضهم كانوا في ربما في جماعه ابو يعلي بعضهم يعني كان مخترقا من طرف النظام طب ما هي طبيعه هذا الاختراق هل هم من العناصر العامله في السلطه ام لا ام مجرد اختراق امني سياسي اذا جاز امني هذا امر لا اعلمه لانه هذه مسائل يعني يعلمها من عاشها وانا ما عشتها يعني ويبدو انه لم يكتب احد بالتفصيل عن عن هذه الظاهره ما تزال غامضه الى حد كبير. انا ما قرات شيئا من هذا القبيل وما سمعت عن شيء ايضا من هذا القبيل وما كتب كتب من افراد في الغالب من خارج الجماعه الاسلاميه المسلحه ربما بعضهم كانوا في النظام نفسه في اجهزه الامن او الجيش والذين فروا بعد ذلك وتحدثوا في الخارج وتكلموا وكتبوا ايضا. لكن ككتابات يعني من الداخل انا كما قلت لك ما سمعت ولا قرات ايضا. في مثل هذه الاجواء طبعا طبعا تفاقم العمل المسلح وتفاقمت ردود الفعل طبعا من كل من كلا جميع الاطراف بشكل متصاعد ومفجع في نفس الوقت يعني. كانت تاتينا تقارير عن مذابح مروعه. اي نعم. فنحن نعود قليلا الى الجانب السياسي ثم نستانف موضوع في الجانب السياسي نحن بعد توقيف المسار الانتخابي وتنصيب هذا المجلس الدولة وبداية هذه البدايات تاع الاعتقالات المسلحة دعونا طبعا انكرنا ما حصل انكرنا توقيف المسار الانتخابي ونددنا به وتحدثنا بقوة يعني مع من تيسر لنا الاتصال بهم المسؤولين وتحدثنا في وسائل الاعلام يعني من خلال رسائل وبيانات وما الى ذلك ودعونا للحوار من اجل المصالحه الوطنيه فتشكلت منذ البدايه في حدود مارس ربما أو مجموعه سبع احزاب سميت بمجموعه سبع احزاب تناضل من اجل الاقناع بالحوار من اجل المصالحه الوطنيه ما هي هذه السبعه منها طبعا حركه النهضه الاسلاميه منها حركه حمص او حماس يعني كانت في هذاك الوقت حركه حماس منها حزب من بلّة منها قاصد مرباح حزب قصد مرباح رحمه الله ورحمهم الله جميعا يعني ومنها احزاب اخرى حزب التجديد حزب حزب اخرى يعني في المجموعة سبع احزاب هم الذين اول من تنادوا ونسقوا فيما بينهم وصاروا يتحركون ككتله تدعو للحوار من اجل المصالحه الوطنيه وبلورنا تصورا اول تصور يعني بو في موضوع طبعا فاتني ان اشير الى انه جبهه التحرير الوطني بقياده آه الأمير العام عبد الحميد مهري كذلك انكرت توقيف المسألة الانتخابي ورفضته ودعت ولكن بصفه مستقله حتى هي المصالحه الوطنيه والحوار في البدايه لم تكن ضمن مجموعه سبع احزاب لكن كانت بيننا اتصالات ثنائيه اجتمعنا اكثر من مره حول هذا الموضوع ودعونا اكثر من مره يعني وهم كما قلت لك تبنوا موضوع المصالحه الوطنيه ودعوا كذلك المصالحه الوطنيه. فكان اول تصور هو ميثاق، ميثاق يعني احضرت نسخه من هذا هدي هدي النسخه كان هذا في يعني في ماي مشروع ميثاق المصالحه الوطنيه هذا الميثاق هو الارضيه التي اشتغلت عليها بعد ذلك هذا المشروع يعني الارضيه التي اشتغلت عليها مجموعه سبع احزاب والتي بعد ذلك اصدرت رؤيه مشتركه لموضوع المصالحه الوطنيه. فهذه الرؤيه هذه تقوم على تاكيد مجموعه من المبادئ العامه التي تحترم في يعني من طرف الجميع سلطه ومعارضه. تقوم على موضوع بعد ذلك اجراءات التهدئه، مجموعة من الاجراءات من بينها اطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين مثلا، واطلاق سراح المع... يعني العفو العام يصدر عفو عام عن الجميع. وهكذا يعني مجموعة من الاجراءات هي موجودة الان يعني عندي في الوثيقة. وفي نفس الوقت فتح باب الحوار الذي يشارك فيه الجميع بما في ذلك جبهة الاسلامية من اجل التوصل إلى حل توافقي سلمي. يعصم الله به البلد من الانزلاق في اوتون هذه الحرب الاهليه التي بدات معالمها يعني تتضح وترتسم يعني شهرا بعد شهر ثم تشكلت مجموعه ربع احزاب لانه يعني هذا النضال هذا ضمن المجموعه السبعه مستمر طويلا فتشكلت مجموعه ربع احزاب كان منها جبهه التحرير الوطني عندئذ كان جبهه الوطني وكان بن بله بحزبه والحزبين الاسلاميين الباقيين حماس والنهضه والنهضه نعم وكان لمثل هذا النضال اثره الكبير يعني في عهد بوضياف ما استمعوا لفكره المصالحه الوطنيه بل ظلوا مصرين على السير وحدهم وكان بوضياف من الامور التي طرحها طرح انه لابد ان ينشئ حزبا اخر جديدا انه جبهه الوطني كانه خلاص ما دامت هي لم تزكي ممارسات السلطه للانقلاب ثم ممارسه السلطه ورفضت ان تكون الغطاء السياسي لتلك الممارسات، اذا لابد من من حزب اخر يجمع جميع القوى طبعا وتبنيت الفكره من طرف العلمانيين على وجه الخصوص يعني هذا حزب الانقلابيين اي نعم تبناوا هذه الفكره وروجوا لها كثير وبداوا يهيئوا الاجواء لربما ليت... لكن آه عجل الله به فتم اغتياله كما هو معلوم في اواخر جوان 92 29 جوان 96 كان في في في, في لقاء في عنابه مع اطارات الولايه 93 لا لا 92 92 ايه 92 نعم 29 جوان 92 م. كان هناك في لقاء يخطب على الحضور فاذا باحد حراسه وابو معرفي يقتله يعني قتله وبذلك اضحى هناك مشهد اخر معناها فيه تفاقم في يعني دراماتيكي كما يقال. طبعا ما زال الغموض مهيمن على او يكتنف قضيه اغتياله بين من يظن بان ربما الانقلابيون هم الذين يقفون وراء اغتياله وبين من يرى انها حادثه فرديه. والذي قول الفرضيه الاولى كون هذا الرجل كما قيل طبعا لم يكن ضمن المجموعه المقرر نزولها للحمايه والحراسه هذا ادرج اسمه يوم قبل السفر من ادرج اسمه ولماذا ادرج اسمه متاخرا يوم قبل السفر الى عنابه لا يعلم هذا الا الله سبحانه عز وجل والفاعلون الحقيقيون يعني ولم يفتح باب التحقيق في الموضوع حتى الان لا فتح باب تحقيق شكليا يعني هم حاميها حراميها كما تقول م. العرب يعني هم من فتحوا التحقيق وهم من اغلقوه في نفس الوقت والتحقيق انتهى الى ان هذا فعل معزول وانه هذا ابو مرافي طبعا هو صرح كذلك هذا التصريح على انه هذا فعل هذا انتقاما للاسلاميين وهو مصلي طبعا هذا الشاب مصلي فصنف على انه فعل وحكم عليه ولا يزال لم ينفذ الحكم عليه لا يعني لكن لا يزال في السجن مم. حكم بالاعدام ولكن لم ينفذ اعتقد هي اعتقد حكم بالاعدام اعتقد نعم لكن لم ينفذ فطبعا بدات بعد ذلك العمل المسلح بدا بمشاهد بالغه الرعب يعني من اكبرها مثلا في البدايات حادثه المطار وهو قنبله تم تفجيرها في المطار من حيث يوجد المسافرون يعني وكان فيه قتلى وجرحى وكثر يعني واعتقلت المجموعه التي طبعا اتهمت بانها من وراء العمليه واعدمت هل من فعل ذلك؟ هل هي فعلا تلك المجموعة التي فعلت ذلك؟ أم أن هناك جهة أخرى فعلت ذلك؟ وألصقت التهم بهم ثم أعدموا؟ أيضا لا يعلم هذا إلا الله سبحانه عز وجل، لأنه يعني في غياب حقيقي لتحقيق مثلا نزيه مستقل. وما في غياب لتحقيق النزيه المستقل، أنت لا تستطيع أن تصدق هذه هذه الرواية وأنت تعرف تعلم بأن النظام اقدم على على جمهور كبير وهو توقيف المسأل الانتخابي والديمقراطي ايضا وزج بالناس السجون وما الى ذلك فمن يرتكب مثل هذه الافعال بل واقل منها يصير لا يصدق لا تقبل شهادته اصلا يعني مهما قال هب انه كان صادقا لكنه لا يصدق الى ان يثبت العكس ولذلك في مثل هذه فهمت. الظروف ينزع كثير من الناس الى اعتبار ان هذا جزء من مؤامره يقوم عليها النظام لتبرير بعض الاجراءات وبعض المسالك هذا هو الانطباع السائد لدى عموم الناس الانطباع السائد لدى عموم الناس هو هذا أنه مثل كل هذه الأعمال هي ممارسات من طرف على الأقل دوائر نافذة في النظام من أجل أن تبرر لنفسها ما قررت نهجه من نهج أمني صرف استئصالي في التعاطي مع الآخر يسعى يعتمد جميع الوسائل فعلى مستوى اعتمد وسيله كما قلت لك نفي الناس الى الصحراء اعتمد وسيله السجن شكلوا محاكم خاصه بعد ذلك ايضا كان هناك اناس حكموا في محاكم اول مره في محاكم عسكريه وصدرت في حقهم احكام بالغه القسوه اعدام ومؤبد و20 سنه ولا يزال بعضهم بل لا يزالون في السجن لحد اليوم ولم يستفيدوا حتى من قانون المصالحه لاحقا بحجه ان هؤلاء حكموا في المحاكم العسكريه وكأن المحاكم العسكرية يعني معصومة. معصومة لا كأنها سلطة أخرى لا تخضع لسلطة الدولة، لا تخضع لقوانينها، لا تخضع لسياساتها، لأنه لاحقا كان فيه مصالحة، كان فيه قانون المصالحة، قانون الوئام وقانون المصالحة، وكل الناس الذين راضوا بأن يدخلوا ضمن هذا القانون كلهم يعني أفرج عنهم، بما في ذلك الذين ضبطوا بالسلاح مثلا أو قتلوا أو شيء من هذا القبيل يعني، لكن هؤلاء ما فعلوا شيئا انا لما اطلعت على قضيته على قضيتهم يعني استغربت ما صدقت اول مره بعدين السيد المهتم مهتم بشانهم والمتابع لملفهم جاءني بقائمه نتاع اسماء قائمه اسماء هؤلاء الناس الذين يزالون في السجون فسالت لماذا؟ قال هذا بعضهم عسكريين كانوا يومها وبعضهم مدنيين لدى غادات توقيف المسائل الانتخابي والسياسات التي اعتمدتها السلطه لاحقا في التعاطي معهم كما أش... مثل ما اشرنا فطبعا المهم الوضع واجتمعوا في بيوتهم يتحدثون عن ضروره حمل السلاح من اجل آآ آآ ازاله هذا الباطل وهذا الظلم يعني مجرد حديث تسرب الخبر فاعتقلوا هم لم يفعلوا اي شيء الا الحديث لم يرفعوا السلاح لم يت... لم ينتقلوا للفعل القصدي زالوا مجرد حكموا في ب... مرحلة بنواياهم في مرحله اذا دي... 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 الحديث الاولي م. وحكموا عندها انا كلمت رئيس الحكومه في ديسمبر الماضي حولهم ما كان يعلم قال انا لا اعلم هذا الموضوع اطلاقا يعني فبعثت رساله الى رئيس بوتفليقه ما وجدت ما جاء ان يرد ولكن هناك التفات لهذا الامر فتحدثت عنهم في بعض الندوات الصحفيه يعني واثرت قضيتهم ولا احد يستجيب كم عددهم تقريبا؟ والله الى انا لا اعلم يعني هو شخص نفسه ما يعرف كل العدد ولكن القائمه التي حضرها اظن في حدود بين 20 25 شخص يعني لكن هم قد يصل عددهم الى عشرات يعني قد يكون عددهم بالعشرات طب اسمح لي نتوقف هنا لفاصل قصير ثم نستأنف الحديث ان شاء الله ان شاء الله شيخ عبد الله قبل الفاصل ذكرت لي حادثة المطار وتكلمنا قليلا عن ما يدور في مثل هذه الظروف في اذهان الناس من شكوك بشان ان النظام ربما يقف من وراء مثل هذه الحوادث، طبعا دون ان نستبعد احتمال ان تكون مثل هذه الاعمال يقوم بها محبطون، غاضبون ظنوا بانهم في مثل هذا العمل ينتقمون ممن الحق الاذى بهم وبذويهم. بسم الله الرحمن الرحيم هو بكل تاكيد يعني ليش لانه النظام له مسؤوليه كبرى ومسؤوليه اساسيه والنظام في اعتقادي بدا يهيئ لها في الواقع لموضوع انه رافض لوصول الاسلاميين وانه عازم على ان ينهج مثل هذا النهج حتى قبل الانتخابات التشريعيه ديسمبر 91 فقبلها سمعنا انه فيه قضيه قمار وما قمار ومجموعه من الشباب واشتبكوا مع مش عارف انا في ثكنة قمار هناك وبعدين القي عليهم القبض وحكموا واتهمت الجبهه الاسلاميه للانقاذ بانها من وراء هذا الامر هذا وهذا امر لا يقبله المنطق ولا العقل لماذا؟ لأن الجبهه الاسلاميه للانقاذ لو كانت تريد ان تنهج هذا الامر هذا لنهجته بطرقه هي يومها كانت تحضر نفسها للمشاركه في الانتخابات وكان النظام حريص على ان تشارك في الانتخابات وقد صدر تصريح يومها من رئيس المكتب المؤقت للجبهه الاسلاميه للانقاذ وهو الاخ عبد القادر الحشاني برأ الجبهه الاسلاميه للانقاذ من هذا التصرف ومن هذا السلوك وقال بانه هذا ليس منهم لم يصدر منهم يعني وهما لا ليس لهم هذا الخيار ولا يؤمن به وهم يعدون انفسهم للعمليه السياسيه فالذين يلجؤون لمثل هذا مثلا هؤلاء في في مثل تلك الظروف طيب ماذا يريدون؟ هذا اولا ثانيا بالنسبة للشباب الإسلامي الشباب الإسلامي في عمومه شباب لم يتربى على العنف واستعمال القوة وإنما تربى على السلم والمعاملة بالحسنة والدفع بالتي هي أحسن والدعوة إلى الله بالتي هي أحسن وما إلى ذلك يعني ولذلك أكثرهم كما أشرت ما تبنوا هذا وفي نفس الوقت هناك رأي شرعي والناس الكثير من وقافوا عند الرأي الشرعي في موضوع العمل المسلح والإسقاط الأنظمة بالقوة صحيح هناك من يتبدى هذا الخيار الخيار وهم فئات قليلة جدا داخل الحركة الإسلامية أو في محيط الحركة الإسلامية هم فئة قليلة جدا يعني ومعظمهم من ذوي الثقافات المحدودة والبسيطة لكن لهم غير على دينهم لهم غير على دينهم لهم غير على أمتهم لا ما استطاعوا أن يصبروا على المنكر الذي يرونه باستمرار ويعتقدون بأنه من في السلطة وصل للسلطة بالقوة وهو باق فيها بالقوة ولا سبيل لإسقاطه إلا القوة ولذلك نهجوا هذا النهج وقد قد رأينا أصول بداياتهم في مجموعة بويعلي رحمه الله ولكن بويعلي رحمه الله ما ارتكب المجازر وما قتل الأبرياء هو كان يعني عمله هو مجرد فار لأنه مطارد من طرف النظام حمل السلاح وخرج للجبال دفاعا عن نفسه وما وما ثبت انه قتل شخصا بريئا على الاطلاق على الاطلاق فاذا هؤلاء حتى ولو حملوا السلاح لا تصدر منهم مثل هذه الممارسات ومن صعد للجبال اول مره هم من كان مع ابو علي رحمه الله امثال شبوطي مثلا وغيره شخص يسمى شبوطي يعني وغيره من حمل فاذا هذا نهجهم لا يقتلون الابرياء ولكن ما حصل ما هو حاصل في الجزائر عندها هو قتل عشوائي للابرياء للابرياء ف نرجع الى اللجنه الاحزاب الرباعيه الذي ذكرتها أي هذه المجموعه طبعا احنا كان همنا هو كيف الحقيقه كيف نعمل من اجل ان تتوقف هذا يتوقف هذا المسلسل الذي بدأ وكيف نقنع السلطة بتبني الحوار من أجل المصالحة الوطنية يعني ذكرت أنه في عهد بوضياف كانت الأبواب موصدة في وجوهكم إيه نعم بعده كيف آلت الأمور من جاء من بعده, بعده جاء جاء بعده علي كافي فلما جاء بعده علي كافي تبنت الدولة موضوع الحوار وانطلقت فيه ولكنها غرقت الحوار في منطقة في منطق عددي يعني تجتمع مع كل الاحزاب ومع جمعيات كثيره جدا ثم بعد ذلك بعد كل مرحله صعد طلع بيان قال المجلس الاعلى الدولة اجتمع مع كذا حزب وكذا جمعيه والاغلبيه اعطيك رقم هم مع سياسات الدوله في محاربه في معالجه الازمه والبعض الاخر قزم هو لك يعني مجموعات ثلاثه ولا اربعه ولا خمسه احزاب لهم راي اخر يعني هو هذا مجرد سيناريو للحصول على مزيد من الشرعية فيما يفعلون هذا الذي قلناه أيضا قلنا أن الدولة ما لجأت إلى الحوار إيمان بالحوار ولا إيمان بالمصالحة الوطنية في تلك المرحلة وإنما تريد أن تجعلها وسيلة من الوسائل محاربة التيار الإسلامي وعملية الحرب على التيار الإسلامي لم تقتصر على أيضا مثل هذه الوسيلة أو الوسائل التي ذكرناها من قبل، بل وضعوا يعني مخطط متعدد الوسائل من ذلك مثلا بدأوا بغلق المساجد لا تفتح إلا للصلاة بدأوا بهدم المساجد التي لم يتمكنوا من وضع أئمة فيها احنا اشرت انا لما هكذا يزيلونها؟ يعني ينسفونها نسفا عجيب اي نعم احنا كنا الطريقه اللي اعتدناها من قبل في حركه بناء المساجد هو ان تتاسس لجنه لبناء المسجد تاخذ الترخيص وتاخذ الارض ثم تشرع اول ما تشرع في بناء مصلى كبير هو بناء يعني بالياجور وبكذا ولكن بناء متواضع حتى يشرع الناس في الصلاه فيه ويجمع ويجمع التبرعات ثم ينطلقون في بناء المسجد على مهل فهذا النوع هي مساجد يذكر فيها اسم الله يرفع فيها الأذان ظل السنوات وهي كذلك والمساجد الأخرى تبنى وعددها بالآلاف أنا قمت بعملية إحصاء تقريبي ما عندي يعني الإحصاء الدقيق مثلا قال في مدينة سكي في ولاية سكي إذا كم مسجد هدى، وبعدين طبعا درت عملية حسابية على مستوى الوطن وهي تقريبية أقول تقريبية وجدت السلطة أقدمت على هدم ما لا يقل ربما عن ثلاثة آلاف مسجد الله أكبر أي نعم مسجد هم لا يعتبرونها مساجد يعتبرونها أوكار للإرهاب كما يسمى كما يدعون ولكن هذا لا ينفعهم عند الله سبحانه عز وجل ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يعني يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها فانا ناقشت الموضوع مطولا مع المسؤولين يومها في المجلس الدوله ومع زروة لاحقا ولكن دون فائده هؤلاء لا دين لهم وفي نفس الوقت كل المصليات في المؤسسات الدوله كل المؤسسات سواء ثكنات غير ثكنات ادارات مطارات كلها تم غلقها كلها لحد الساعه يعني في, في كثير من الاماكن زالت مغلقه يعني مثلا في مطار مثلا الدولي الجزائر العاصمه بل الجزائر كلها في العاصمه في مصلة. أنا أنا ما في مصلى انا جيت هنا المطار كما أخرج من المطار الاخوان دلوني على انه هاو مكان فيه كل اماكن للصلاه جميع الديانات اي نعم لليهود للمسيحيين كل, كل الديانات كل مطارات اوروبا فيها مصليات آه في الجزائر لا يوجد لا يوجد مصلى في المطار لحد الساعه يعني مطار الدولي نتكلم انا اثرت الموضوع مع زروال لاحقا ايضا وتحدثت معه مطولا فقال لي هذه كانت تستغل من طرف الجماعات المسلحه وقلت له ايش استغلال من طرف الجماعات هذه قاعه من القاعات اذا هذا هو المبرر ماذا لم تغلقوا كل تغرق كل القاعات تغلقوا وسيلة كل القاعات وهكذا نتناو يعني يقولوا ربما كيف يعني ما جاءكم الا على المصلى هذا الذي يستعمل فهذه حجه ضعيفه يعني في الحقيقه ما ما عندها ما عندها اصل ولا فصل يعني ولا مثلا ايضا اقدم على انه كل من يحمل فكرا رساليا وكان امام في المسجد او كان متطوعا للتدريس كله منع صار ممنوع من التدريس وانا من بين هؤلاء مثلا انا منذ 93 ما درست في مساجد الجزائر وحياتي كلها من قبل كان تدريس وكنت اصلي اخطب الجمعه وهذه بقرارات منع رسميه طبعا ومن ومن يعني كذلك في الجامعات ايضا اغلقت الجامعات في وجوهنا لا احد اخر انا اخر محاضره القيتها في في جامعه باب الزوار في اول نوفمبر 93 وارادوا منعي ولكن هما كانت محاضره مقره في في, في المركزيه في الجامعه المركزيه بمناسبه ذكرى اول نوفمبر واخرى في باب الزوار لما مشيت المركزيه لالقي المحاضره قبلها جاءني مبعوث من طرف مدير المعهد اللي المدرج الذي تقام فيه المحاضرة قال المدير يريد أن, أن يسلم عليك قبل الدخول إلى المدرج فذهبت إليه وأنا أعرفه طبعا هذا المدير فوجدت معه هو وشخص آخر معه أيضا أعرفه فأخبرني بأنه عندهم تعليمات بمنعي من إلقاء المحاضرة فقال لي إذا شئت أن إذا أصررت على إلقاء المحاضرة تتسبب لنا في الفصل والطرد سنطرد من عملنا اما اذا كنت لا تريد ان تتسبب في ذلك فاعتذر للطلبه وتوكل على الله فأحرج طبعا اعتذرت للطلبه وانصرفت ذهبت الى باب الزوار الطلبه عرفنا اذا كان فيه شيء فأدخل الطلبه من باب خلفي لم يتفطنوا لي والا وانا قد جلست على كرسي على الطاوله لالقاء المحاضره انا قلت بسم الله الرحمن الرحيم واحد مبعوث من الاداره وقف فوق راسي قال الرجاء المدير يريدك <applause> قلت له خلاص سبق السيف العدل الوقت متاخر <applause> جئت متاخرا واللون في كان مكتظ يعني بالطلبه القيت المحاضره وانصرفت تلك هي اخر محاضره على سبيل المثال يعني مكنوا بعد ذلك في للمساجد في المساجد مكنوا لفئتين فئه الطرقيين وهي عندهم الاساس والاصل وهذه التي كانت متحالفه مع الاستعمار الفرنسي من قبل اي نعم متحالف هي الطرقيه في في بدايات الاستعمار الفرنسي كانت على نوع يعني مقسومه الى قسمين مجموعتين مجموعه مجاهده جاهدت الاستعمار الفرنسي منها الشيخ الامير عبد القادر هو اصلا نعم صوفي طرق يعني هذه مجاهده جاهدت الاستعمار منها ابو مثلا منها المقراني ومجموعه مواليه للاستعمار هذا في البدايه. والطريقه التجانية هي رمز الطرق المواليه للاستعمار. لكن فيما بعد معظمها صار مواليه للاستعمار. ولذلك جمعيه العلماء المسلمين لما تاسست واجهت عدوين بتعبيرهم طبعا هم تعبير الشيخ البشير الابراهيمي واجهت عدوين. عدو خفي وعدو ظاهر. عدو ظاهر يعرفه الناس وهو الاستعمار الفرنسي والناس يحذرون منه وعدو خفي لا يعرفه الناس وهو هذا الطرقين اولياء في فرنسا والناس يامنون من جهته والمرء يؤس من حيث يامن لا من حيث يحذر ولذلك رات الجمعيه انه من اولى اولوياتها هو ان تكشف هذا هذا المخفي حتى يحذره الناس وقد نجحت في هذا نجاحا كبيرا ووصلنا نحن مسيرتها لاحقا في في بدايه الصحوه فأيضا اتينا على ما تبقى من الوجود الطرقي في مناطق وجودنا القوي خاصه في ولايه الشرق الجزائري اذا هذه الفئه هي الفئه الطرقيين والفئه الاخرى فالفئه الطرقيين هي الفئه الرهان الرئيس للنظام وهو الذي يعني يعمل على تقويته باستمرار وأمدهم بالمال أبان لهم المؤسسات جهز لهم تلك المؤسسات ومن تخرج من بعض معاهدهم وهي بسيطة معاهد له الأولوية في توظيف المساجد وانت عارف يعني وهذا عموما هذا مخطط ليس جزائري وحسب هذا مخطط دولي لما يتكلمون قادة الغرب على الإسلام المتسامح هم يعنون الإسلام الطرقي هؤلاء هذا الإسلام الطرقي هو الذي يعملون على التمكين له والفئة الثانية هي الفئة المدخلية التي تتبع الربيع المدخلي بالسعودية. وهذه فئة أيضاً في السعودية نشأت هي فئة قليلة وضعيفة وما عندها قيمة يعني في السعودية. هؤلاء ينسبون أنفسهم إلى السلفيين. طبعاً هم ينسبون أنفسهم لكن هو في الواقع أولياء النظام وأولياء المخابرات هنا وهنالك. لا يستحقون هذا اللقب. أبداً يعني السلفية منهم براء في الحقيقة يعني السلفية الحقة والصحيحة السلفية كل نحن السلفيون سلفية التي الفا... يعني تعود إلى الكتاب والسنة ومرجعيتها الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم نحن من يتبنى ذلك ويؤمن بذلك ويعمل من أجل ذلك ويضبط حياته بذلك وجميع سلوكاته ومواقفه لكن كيف وصل المدخليون إلى الجزائر؟ لهذا قصة طبعا أولا كان فيه بعض الشباب السلفي الذي كان في الجزائر وكان بعد مع صدور الازمه انتقل الى السعوديه احنا عندنا عموم جزائريين وربما كل المغاربه وربما جميع الاسلاميه لكن اخص بالذكر اصدر ربما كل المسلمين لكن اخص بالذكر عندنا في الجزائر للجزائري حب خاص للاماكن المقدسه واستصحب الكثير هذا الحب في يعني الحقوه مش عارف انا بالسعوديه ككل يعني صار حبا للسعوديه يعني مش فقط حب للاماكن المقدسه لهم ايضا حب في ان يزوروا تلك الاماكن وان يستقروا خاصه الشباب في المدينه المنوره للدراسه يتوهم الكثير بانه كان العلم انحصر في مشايخ السعوديه لا عالم الا عالم السعوديه يعني اما بقيه علماء الامه فلا يلتفتون اليهم فصادف هذا ايضا وجود دخول العراق للكويت وصاحب صاحب ذلك طبعا من من احداث يعني سياسيه ودبلوماسيه وعسكريه وما الى ذلك، النظام السعودي افهم او فهم واقتنع بانه مهدد فاقتنع من طرف يعني ما سمعه من امريكا او اقتنع بمعطيات اخرى الله اعلم الخلاصه انه استنجد طبعا بامريكا والحلفاء التحالف المشهور يعني كان في مواقف مواقف العلماء والدعاه انقسمت في هذا الشان. البعض ايد كما هو معلوم السعوديه والبعض رفض ما ايد العراق البعض النظام العراقي وما فعل يعني ولكنه رفض التدخل الخارجي التدخل الخارجي والاستعانه بالخارج على على المسلمين يعني استعانه بالكافر على المسلم. رفض هذا هذا الامر. السعودية كانت تبحث عن من ينتصر لها لموقفها ويؤيد سياساتها وتحرك رجاله حتى عبر عم انا احد الذين اتصلوا بي على سبيل المثال يعني كنت يومها اسكن في قسنطينه فجاءني ملحق الثقافي السعودي في, في 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 السفاره المغربيه على حد ما قال. جاءني قسنطينه وزارني في بيتي وتحدثنا في الموضوع وطلب التاييد والنصره. وأخبرته بـ 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 باختصار أنا لست مع موافقا لما فعله صدام حسين في الكويت لأنه موضوع التعددية هذه في الوطن العربي قائمة وإذا كان استقر عليها الحال صحيح هي, هي هو أمر من من فعل من آثار سياسات الاستعمار يعني هو الذي قسم أوطاننا ولكن هذا هو الحاصل والناس استقروا على أنه هذا هو الحال فكأنما ارتضوه فالإبقاء الإبقاء عليه هو أخف الأضرار نقره ونبقي عليه ليس لأنه هو الأولى وليس لأنه هو الأصل وليس لأنه هو الأفضل ولكن لأن غيره أضر منه إذا ذهب كل دهب كل نظام ليضع يده على الدولة الصغيرة التي بجواره خلاص استشرت الفوضى بشكل ما عندوش نظير ليس يعني. هذا فحسب يعني هو صدام حسين لم يكن أميرا للمؤمنين ولا كان هدفه توحيد الامه الاسلاميه او العربيه طبعا هذا اهدافه شخصيه وانانيه بحته يعني ايه نعم والدمار الذي لحق بالكويت يدل على ذلك فانا اخبرته ان نحن لسنا مع لكن في نفس الوقت نحن لسنا مع الاستعانه بقوات اجنبيه معروفه يعني معروف تاريخها معروفه سياساتها في المنطقه معروفه اهدافها كذلك في المنطقه من اجل مش عارف انا محاربه كذا او استرجاع حق من الحقوق في هناك طرق يمكن ان تعتمد لاسترجاع هذا الحق ف التيار الاسلامي في السعوديه معظمه كان رافضا لسياسه الاستعانه ب وخص بالذكر مثلا من عرفوا بتيار السرور هو هو هل هم فعلا تبنوا هذا الاسم ام هي تسميه ألصقت بهم أنا أرجح الحالة الثانية تسمية. هي تسمية هي تسمي ألصقت بهم ليس إلا يعني نسبة إلى الشيخ محمد سرور إيه نعم م. ف وهذا كان هو التيار الشعبي الواسع لأنه طرح فكرة الإسلام والمشروع الإسلامي والدولة الإسلامية طرحا علنا صريحا وكان من رموزه يومها سفر الحوالي وسلمان العودة وغيرهم يعني والتيار الإخواني اللي هو تيار قديم م. قديم هناك ولكنه تيار نخبوي ما وفي نفس الوقت هادئ و... ومهادن لكن في هذه المسألة هذه توقف ما أيد النظام في السعودي في عندها برزت مجموعة على رأس هذا ما من يسمى بالربيع المدخل أنا يعني لا أعرفه شخصيا أعرف آثاره فقط يعني لكن ما تقابلت معه ولا رأيته فبرز هذا هو ومجموعته وتقربوا للنظام بإصدار فتاوى أو مؤيدة للنظام السعودي وفتاوى يعني متهجمة على على غيرهم مهما كان الشعار شعار هذا الغير على التنظيمات الإسلامية وهذا رأينا ندخل له تقرير مفصل ذو نعم. طبيعة أمنية أو ذو طبيعة أمنية يعتبر الإخوان المسلمين سرطان لابد من من استئصاله نعم استئصاله لا أنا قرأت هذا التقرير والحقيقة ما قرأت في حياتي ألعن منه ولا أسوأ منه تحريض أوه. تحريض منقطع النظير واحكام بالغه القسوه والشده وكلها غير مؤسسه مم. هو يعتبر كل ما هو موجود من مظاهر العمل الاسلامي في العالم الاسلامي كله سواء كانوا اخوان او تبليغ او غيرهم او جهاديين او او غيرهم يعني مهم ليسهم ليسوا منهم فقط يعني الفئه الوحيده الناجيه هي فئتهم مم. يعتبرهم والاودعات مستقلين ايضا يعتبرهم اسوا واخطر على الامه من الماسونية والصهيونية والصليبية وما إلى ذلك ويدعو لاجتثاثهم ويقترح خطة في الاجتثاث كيف يتم اجتثاث هؤلاء عن طريق السجن مع أحكام قاسية عن طريق قتل عن طريق الفصل من الوظيف عن طريق عن طريق عن طريق فطبعا النظام السعودي كان في حاجة إلى من يسنده فقرب هؤلاء ومكنهم وسلم لهم الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة والجامعة الإسلامية المدينة المنورة هي فضاء يعني فالأصل تأسست تكون جامعة يدرس فيها المسلمون من خارج السعودية ففيها إذا كثير من المسلمين من خارج ثم تسعودت لاحقا صار الآن السعوديون أكثر من مثلا من ف لهذه الجامعة يقوم على التزكيات فكان أحد الشباب اللي الجزائري اللي هو كان شاب شاب سلفي وكان يخطب الجمعة في العاصمه وكان كذا خرج طبعا ما هو لا يؤمن بالعمل السياسي وما العمل السياسي لما وقت الاحداث خرج واراد ان يستقر في السعوديه فطلبوا منه ان يضع كتابا في موضوع الجبهه الاسلاميه للانقاذ لانه التيار السروري كان شبه درك على تنسيق رسمي او مجرد تنسيق هكذا يعني واحدي من طرف واحد مع الجبهه الاسلاميه للانقاذ أنا لا أعرف هل هناك علاقة ليست توجد علاقة ربما تعاطف ربما تعاطف, تعاطف. وهذا تعاطف. وهذا الأرجح وليس, لعله وليس تنسيق ولعله هذا هو الأرجح لأنه أصلا التيارات الإسلامية بمجملها رأت أن الجبهة الإسلامية الإنقاذ كانت ضحية أي نعم ولا بد هنا أن تتعاطف مع المظلوم فأنا أظن أنه منطلقهم كان كان التعاطف لا قبل قبل الأحداث قبل الإنقلاب وقبل كذا أنا أتحدث عن 90 آه. 91 يوم كانت الجبهة الإسلامية أم يعني نجمها آه يصعد في صعود مستمر يعني ربما الله اعلم فكانوا ياخذون اشرطه التجمع الكبرى وتعرض هناك وكانوا يتحدثون وكانوا كانوا 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 فاقلقوا النظام السعودي كثيرا يعني مم. فاراد هو كان يبحث عن من آه يعني يطعن لهم في في الجبهه ومسارها فالشاب هذا كلف بتاليف كتاب كلف كل بتاليف كتاب فالف فعلا كتاب يطعن بالجبهه بأ في الجبهه اساسا وبعض الجهات الاخرى ايضا ويؤسس ويؤصل لما يراه يعني وطبعا هذا الكتاب طبع على نفقة السعودية وبمقتضاه اعطيت الاقامة لهذا الشاب في المدينة المنورة واعتمد كمزكي للشباب الجزائري الراغب في الدراسة هناك وسلم فلا له يدخل مسجد يدخل أحد إلا من خلال تزكيته سلم له مسجد للخطابة هناك فهذا قوى هذا عامل من العوامل اللي قوى موضوع امر التيار السلفي في المدخل اقول مدخلي في الجزائر الامر الثاني هو النظام نفسه النظام نفسه بعد الانقلاب تقصد النظام الجزائري الجزائري طبعا نزار على وجه الخصوص ذهب في زياره للسعوديه واستقبل يعني استقبال خاصا كانه رئيس هو رئيس دوله ورئيس جمهوريه وما الى ذلك واعطي له ارفع الاوسمه في السعوديه ويبدو دركا هذه مسائل صعب التاكد منها بيقين ولكن يكفي غل... تكفي غلبه الظن في مثل هذه المسائل يبدو بغلبه الظن انه نصح بالتمكين للتيار الس... لهذا التيار في الجزائر ففتح لهم المجال ففتح لهم المجال قد يتساءل المتسائل لماذا يعني كيف كيف التقى ت... الاعتماد على الطرقين مع الاعتماد على هؤلاء وهل هناك نقاط التقاء بينهما والجواب لان الاصل الطرقيه او السلفيه المدخليه او نقيض الطرقيه أصهده يعني والجواب باختصار أنهم اجتمع في أمرين أساسيين الأول الفتوى بوجوب طاعة الحاكم وعدم جواز الخروج عليه لأنهم يستصحبون الأحكام الشرعية الواردة في الحاكم الشرعي الحاكم المطبق لشرع الله سبحانه عز وجل الحائز على رضا الأمة ويطبقونها على هؤلاء إي نعم ويطبقون يسحبون كل الأحكام على هؤلاء الحكام اللي هم أصلاً حكام يحاربون الشريعه ولا يحكمون بها مش فقط لا يحكمون بها بل يحاربونها والامر الثاني يحاربون من يدعو اليها وهم ليسوا لم يصلوا للسلطه عن طريق رضا الامه بل عن طريق الانقلابات وفي احسن الاحوال عن طريق الانتخابات المزوره يعني قال واحد وفي نفس الوقت لم يعد لم يعدلوا في الحكم او لا يعدلوا في الحكم فهم يظلمون في الحكم في بشكل عام ويعتدون على الحقوق والحريات هذا الامر الاول والأمر الثاني هو الفتوى ببدعة العمل السياسي وضلال أهله فالذين ينهجون العمل السياسي في نظرهم مبتدعون مبتدع نعم وضالون ثم يسحبون بعد ذلك أحكام بعض الأحكام في المتعلقة بالموقف من المبتدع البدعة الضالة البدعة التركية يعني اللي ينطبق على الحديث ألا وأن كل بدعة ضلالة ألا وأن كل ضلالة في النار هذا الحديث يعني ينصرف كما قال سائر العلماء على البدعة التركية التي ليس لا أصل لها أصلا هم يسحبونها على هؤلاء ولذلك يقاطعونهم ولا يتحدثون معهم ويحذرون منهم ولا يقرؤون لهم إلى غير ذلك إلى غير ذلك من المسائل طيب اسمح لي نتوقف هنا انتهى وقت هذه المراجعة نستأنف الحديث في المراجعة القادمة